السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نشوف مع بعض موقع بيم 360. اول ما افتح اقول له جيت قديمه. موقع 360 بيتيح لي ان انا اشتغل على الموديل اونلاين. طيب دلوقتي ده هو بيعرض لي ان انا اشتغل على ستارت بيم 360 دوكيومنتيشن ديزاين فيلد جلو. كل الحاجات دي متاحه ان انا ابدا اشتغل عليها. دوكيومنتيشن بيبدا ينظم لي الملفات الفولدرات وهكذا. ديزاين ده بيبقى مهم جدا في موضوع مشاركة الملفات مع الفريق ونشتغل كلنا مع بعض اللي هو بيستخدم تيم. فيلد لما بتكون بتنزل الموقع. جروب تقدر ترفع الملفات من ريفت مباشرة. هنبدأ نشوف كل واحد فيهم. هتلاقي فيديوهات على موقع بالمريجل تشرح كل واحد فيهم بالتفصيل. طيب لو انت عايز تبدأ تشتغل عليه بتبدأ تدوس على اللي انت عايز تجربه. وليكن مثلا الدوكيومنتيشن بيقول لك بقى اكتب الايميل بتاعك. وليكن مثلا دوت والاسم والحاجات دي كلها وبتقول له انا موافق على الاتفاقيه بتاعت الاسم. وتاني واحده دي لو انت عايز تستلم ايميلات بتقول له تراي فور فري. فبيبدا يبعت لك لينك على الايميل بتاعك بحيث ان انت تبدا تشتغل على الموقع دوت. بيتيح ليك ثانية واحدة. هو بيبدأ يفتح لي بيم 360 documentation. بتلاقي ان هو نظم لي ملفات المشروع لفولدرات. هو بيقول لي ان انت ممكن تاخد كورس تسجل وتاخد كورس ببلاش. طيب بتلاقي ملفات المشروع هي ويلكم تو دوكيومنتيشن السبيسيفيكيشن الفوتو الديزاين وهكذا. تقدر تعمل كرييت لاي فولدر انت عايزها. اد سب فولدر. تقدر تغير الاسم رينيم. تقدر تعمل ابلود لفايل او لينكد فايل مجموعه ملفات مرتبطين ببعض. وعليكم مثلا ملفات ريفت مرتبطه مع بعض. شير تقدر تشير الملفات ديت. تقدر تضيف اتريبيوتس. تقدر ترتبهم بتسميه او بالتاريخ. تقدر تدي بيرميشن يعني مين اللي يقدر يحصل على الملف دوت. فتقدر تيجي هنا وتتحكم في البيرميشن ان هو مثلا فيو اونلي يبقى تشوف بس او فيو ذا داونلود او ابلود اونلي او فيو ذا داونلود ابلود او فولدر كنترول. يقدر يتحكم في كل حاجه بيرميشن من الهاي لي اللو. هو مرتبهم لك بالشكل ده. طيب هنا هتلاقي التايب الرولز اليوزر للكمباني. تمام هيبدا يرتب لك بالشكل ده. تقدر تضيف اي شخص بان انت لو موجود معاك على نفس المشروع تقدر تضيف الاسم او بالايميل. وبعد كده تحدد البرميشن ليفل بتاعه يشوف بس ولا تحمل ولا فولدر كنترول دي اعلى حاجه. تقدر تعمل ريفيو لو في اي ملفات فيها ريفيو ترانسميتر. تقدر تحدد الملفات وتقدر تحط لها انها مثلا تتبعت المكان الفلاني. طيب ممكن مثلا تعلم على الملف دوت. ده الريفيجن الاولاني ممكن يكون فيه اكتر من ريفيجن. تقدر تختار اي واحد فيهم وتعمل له اكسبورت او كوبي او تعمل داونلود سورس فايل. لو انت في اكتر من ملف في 1 وفي 2 ريفيجن 1 اصدار اول اصدار ثاني وهكذا هتلاقي كلهم. تقدر تحدد اي واحد فيهم هو الاساس بتاعك. ممكن تحدده وتقول له انا عايز اعمل اكسبورت او موف اوديه لفولدر ثاني او كوبي هاخد منه النسخه لمكان اخر. بحدد الفولدر اللي انت عايز تنزل فيه او انا عايز اعمل لها مشاركه او ديليت او هضيف اديت سيت اساينمنت. تمام هقول له مثلا ان دي هتبقى في ست معينه. تحدد الست ديت والتاريخ بتاعها هيبقى امتى. حدد الملف الثاني وتقدر تقول له عايز احمل او سبميت فور ريفيو هبعتها عشان حد يراجعها. طب مين من المفروض هيراجعها؟ فتبدأ تشوف الورك فلو. نقدر نعمل لها ورك فلو.
شخص معين هو اللي يوافق على الحاجه دي. ممكن تبقى فيه اكتر من موافقه او اثنين او ثلاثه او اربعه، تمام؟ يعني هتبعت لشخص واحد فاينل ريفيو وتتعمل، او ممكن مرتين يبقى فيه مراجعه مبدئيه وبعد كده مراجعه نهائيه وبعد كده تتبعت وهكذا. فتقدر تختار اكتر من خطوه للابروفال بالشكل دوت. تقول مثلا الديسكريبشن بتاعها الستيبس اللي ماشي، المفروض مين اللي هيراجع، تختار الشخص المسؤول عن المراجعه والمسؤول عن الابروفال. هو طبعا المفروض اكتر من شخص بحيث تضمن درجه تاكد اكتر من شخص بيراجع. وهنا تحدد بقى الابروفال هيبقى اسمه ايه، الريجكت هيبقى اسمه ايه، والشكل بتاعه ايه، العلامه بتاعته ايه. وممكن تقول له يعني انسخ لي الابروفال دوكمنت في الفولدر الفلاني وتحدد الفولدر اللي هيبقى فيه الابروفال بالشكل دوت، وبعد كده تقول له سيف. هي خلاص بقى معروف ان الورك فلو ان فلان هو المسؤول عن المراجعه بالشكل دوت. ده بالنسبه لي بروجكت ادمن، هو اداني البروجكت ادمن دلوقتي. ممكن اقول له اديني دوكمنت مانجمنت، وتقدر تحدد الحاجه بعد كده لما هتروح للريفيو هتجيب هنا حدد اهوت واقول له سبمت فور ريفيو بالشكل دوت اهوت. كل الفولدرات هيجت وسبمت مفتوحه لسه محدش رجعها، اقول له سنت. تضغط في الريفيو اهوت انا اللي موجود، بتبدا تشوف الملف فيهم، تقدر تشوفه وتحدد اذا كنت انت هتوافق على الملف دوت ولا لا. فتبدا بعد ما تبص على الملفات وتبص عليها وتاكد منها هتحدد اللي هي ابروفال او ريجكت او ابروفال بس في كومنتات وهكذا. تقدر تكتب الكومنتات اللي انت عايزها في المكان دوت، تضيف اي كومنت انا عايزه. ممكن تقول مثلا جيت بي بخشيش مثلا انا ما افتحش اللوحه فمش عارف ايه الكومنتات اللي ممكن تكتبها فيها، وتقول له مثلا ابروفد اوز كومنتس، وده مثلا تقول له ده ابروفد وده تقول له ريجكت وهكذا. بس ريليز تاسك وهنا هتلاقي التراسمنت وهنا الايشو لو في اي ايشو موجوده في المشروع. تبدا تظهر عن كام كريت ايشو، تبدا تحدد بقى نوعها ايه، هل هي كلاش، هل هي كوردينيت، هل هي بيلدينج كود مثلا، الوضع بتاعها ايه، التايتل مين اللي المفروض يبص عليها، التاريخ اللي المفروض يرد علينا فيها، اللوكيشن ديتيل، الاونر، الروت، الديسكريبشن. طبعا لازم تكتب له ديسكريبشن محترم عشان يفهم ايه سبب المشكله.